زميلاتي زملائي إخواني أخواتي، استدعينا في ظل هذه الظروف إلى عقد هذا اللقاء حول تكملة المحاماة في الأجهزة المهنية. يحفزنا إلى ذلك أن هذه القضية تدخل في قضية أوسع بالنسبة للاتحاد الاشتراكي، هي تمكين النساء في المجتمع وقضية تمثيليتهم. الاتحاد الاشتراكي كما تعلمون جميعا اعتبر دوما القضية النسائية قضية مركزية، واعتبرها المدخل الحقيقي لنواقرضة المجتمع، لأنه لا ديمقراطية دون مساواة، ولأنه كما أكدوا كافة المتدخلين من مراكز القرار المالي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي في مراكش، أن الذي يعيق التنمية مثلا في إفريقيا هو غياب المرأة وعدم إعطائها لحقوقها. عندما يغيب نصف المجتمع لا يمكن الحديث عن تطور أو تقدم أو تنمية. نقيب البصراوي علال، المنسق الوطني لقطاع المحامين الاتحادي. ينظم قطاع المحامين الاتحادي اليوم هذه الندوة حول واقع وآفاق تمثيليات المحاميات في الأجهزة المهنية في أفق صدور القانون الجديد لمهنة المحاماة. من المعلوم أن المحاميات كيمثلوا جزء كبير من عدد المحامين في المغرب، ولكن على مستوى القرار المهني غائبات. طبعا ما كاينش نقيبات، العدد ديالهم في المجالس قليل، التمثيليه الوطنيه ضعيفه. هادشي كله جاء نتيجه عدم اعتماد اي تمييز ايجابي لصالح المحاميات بعد دستور 2011 اللي نص في الفصل 19 على السعي نحو المناصفه. للاسف كثير من المؤسسات مشات في هذا الاتجاه. للاسف المحامين باقي ما طبقش هذا الشيء، هذا باقي ما كاينش الاثار ديالو على مستوى الواقع، باقا التمثيليه ضعيفة. ولذلك في أفق صدور القانون احنا كنبذلوا مجهود باش تكون التمثيلية النسائية في مواقع القرار المهني مهمة على غرار باقي المؤسسات الأخرى. صباح الخير عليكم، معك الأستاذة عتيقة الوزيري، محامية بيئة الرباط، عضو السكرتارية الوطنية للمحامين الاتحاديين. هذا اللقاء السياق ديالو يعني واضح، يعني الموضوع، لأن نظرا للراهنية الموضوع ديال تمثيليات المحاميات في الأجهزة المهنية، على اعتبار أن أولا يعني المبرر ديالو والسند ديالو هو أن القانون الحالي الآن هو قانون سابق على صدور دستور 2011. ظل دستور 2011 مابقاش يمكن مسموح قانون خالي من ضمان، يعني من فصل كيضمن التمثيلية ديال المحاميات في إطار يعني كتدابير وقتي من أجل يعني تمكين المحاميات من الولوج لمناصب القرار، المناصب القرار المهنية. دستور 2011 كينص صراحة من خلال الفصل 19 على مبدأ ديال المساواة والسعي نحو المناصفة، ثم ينص أيضا على إحداث هيئة المناصفة والمساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز من خلال الفصل 164، ثم أيضا الفصل التصدير ديال الدستور اللي كينص بشكل واضح وصريح على سمو المواثيق الدولية. كل هاد المبررات الآن كما قلت لك أن المبدأ ديال التمثيل هو مبدأ محسوم فيه أنا في نظري، ومن هاد المنطلق غادي ننطلقوا على أساس أننا نفتحوا النقاش إش من آليات وأية أدوات وشنو المعيقات وشنو الواقع المهني الآن اللي كيخلي الأجهزة المهنية بعض الهيئات كتكون خالية من التمثيلية ديال المحاميات، ونخرجوا بتوصيات إن شاء الله تكون يعني في أفق الترافع من أجل ضمان تمثيل القانون تمثيلية المحاميات على مستوى القانون ديال المهنة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.